أين أنت؟ سؤال سأله الله في القديم لآدم حين أخطأ خطيته الأولى في جنة عدن. صار الصوت الإلهي قائلاً: آدم أين أنت؟ آدم وقتها حاول أن يختبئ من وجه الله، ومنذ ذلك الحين وجميع أبناء آدم يهربون من هذا السؤال، يحاولون الاختباء، ولكن هل يجدي؟ مشهد مهيب هذا الذي صوره لنا الرب يسوع في إنجيل متى الإصحاح 25، مشهد يقتضي أن نسأل أنفسنا نفس السؤال قبل أن نسأل عنه في اليوم الأخير، في اليوم المهيب: أين أنت؟ ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه؟ فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. كلنا حين نسمع هذا التقييم وحين نستحضر هذا المشهد إلى أذهاننا، نتخيل أن التقييم أصعب ما يكون، وأن دخول الملكوت بعيد عنا. لكن حين نستمع إلى الوحي الإلهي كيف ومن يرث الملكوت، تستنير أذهاننا. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يستكمل الوحي الإلهي المشهد المهيب بمن سيكون عن اليسار. يقول الرب: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. والآن علنا لا نكرر خطأ أبينا آدم ولا نختبئ من السؤال: أين أنت بين هؤلاء، عن اليمين أم عن اليسار؟ فأين أنت؟ ازيكم، عاملين ايه؟ الله يسلمك، الحمد لله. احنا معاكم النهارده في المستشفى وقبل ساعات من عمليه ابن حضرتك. اهلا وسهلا بيكم وشرفتونا، وربنا يدوم محبتكم. ربنا يخليك. عايزك بقى تحكي لي ظروف عمليه ابن حضرتك. ابني كان شاب من ضمن الشباب، بيطلع زي الشباب بيجي يشتغل في مصر هنا، وجا اشتغل في مصر، وجيت انا بعت جبته لان انا كنت محتاجه معايا. المهم جاء، كان في خدمة عندنا في البلد في الكنيسة، بيبلط القاع بتاع الكنيسة وبيشيل البلاط على كتفه زي أي عامل، ما كان شغال عامل يعني. فالأب الكاهن شاف يعني ماشي مش مظبوط يعني، خدوا المكتب عنده، خلعوا اللبس وشافوا لقى ظهره فيه عيب.
جاء الأب الكاهن جاز له عند دكتور وراح كشفه، دي أمانة فعلا يعني. والمهم جيت عم يقول لي، رن عليه بالتليفون عم يقول لي الوقت انت زي ما تعرفش ابنك في حاجة. قلت له ابني زي الفل، ده نطلع عينيه والكلام ده شاق يعني، شاق فيه هو فعلا شاق. ربنا يخليك. المهم جيت انا سمعت الكلام وقال لي طب انا جاي اشرب شاي عندك. جاي اشرب شاي، وتاني يوم خدني بالعربية بتاعته وداني المستشفى تبع مستشفى خاصة. المهم جينا رحنا، الدكتور قال لي ده عيب خلقي في الظهر، ده مولود بيه ما يبانش غير في سن البلوغ. فقلت له الحل ومش الحل، قال روح للعلاج الطبيعي. رحت للعلاج الطبيعي، رحت بتاع العلاج الطبيعي قال لي دوت ما ينفعش في علاج طبيعي، ده عاوز عمليه. ما كانش ينفع اي علاج طبعا، ما كان حاجه تعدل شكل الظهري. ما قال لي ما فيش حاجه، اللي انا ممكن اضحك عليك واستغلك واشتغل معاك 6 شهور بدون مش هتاخد اي فايده مني. فنظير ان الدكتور قال لي ان دوت عاوز سديري وعلاج طبيعي. جاء الدكتور بتاع العلاج الطبيعي قال لي لا ينفع لا في سديري ولا ينفع في علاج طبيعي. كان ينفع في سن 10 سنين او 8 سنين. فقال لي السن دوت ما ينفعش في سن 16 سنه. يعني احنا نقول له لا، العنايه الالهيه انه يبقى في الخدمه ويبقى بيشيل وابونا يكتشف. بامانه هو اللي حصل. انا عم بقول بامانه ده اللي حصل. انا كاب ما شفتوش. وقبل كده خالص مفيش اي بوادر لاي تعب ولا كان يقول لي يا بابا انا تعبان، اقول له انت شاب، دي انت احسن مني، انت تشيل وتشايل وانا ما اقف اتفرج عليه. طب اجي اسالك حاجه، يعني ما كنتش بتحس باي تعب وانت بتلعب في الالعاب في المدرسه؟ لا مفيش اي حاجه خالص بتحس بيها، ولا وانت بتشيل حاجه بتجري؟ ما انت اكيد بتلعب كوره. طب ممكن اتكلم بعد اذنك؟ اتفضل. كان يجي يقول لي يا بابا انا ظهري وجعني. بقول له انت ظهرك عملت ايه لظهرك؟ دي انت لسه طالع للدنيا. كنت مثلا اشيل ومثلا اي حاجه، خد يا حبيبي طلع دي فوق تنزل دي تحت. يقول لي انا مش قادر، بقيت اضربه. تحس انه بيتدلع؟ ده حقيقي يعني، بقيت اضربه فعلا، بقى يشيل غصب عنه ويطلع الحاجه وينزل يقول لي مثلا ده انا ظهر وجعني. ما كنتش مصدق انا بامانه. ما ساعتها انك تقول ولا حجاب ولا اي حاجه، لان انا شايفه يعني بيتحرك قدامي. انا كاب واي واحد كاب شايف ابنه بيتحرك هيقول لي، هيقول له تعديك للدكتور؟ هي من فوجان العمليه ولا الفلوس كتير عشان اقول له انا اوديك للدكتور؟ انا ما بتحس ان هو دلع؟ بحس ان هو بيتدلع عليا. هو له اخوات؟ ايوه ليه اخوات. اكبر منه ولا اصغر منه؟ هو اخر واحد. فاعتبرته ان هو الصغير بيتدلع عليا واخواتك بس الصليب كويسين. أيوة. زي الفل يعني. وما فيش حاجه ابدا. فكان هو اللي حسيت ان هو بيتدلع عليا. ففعلا جاء الاب الكاهن دوت شافه، فجاء عندي بالليل شرب شاي قال لي ابنك في كذا زي ما قلت لك الاول يعني. فده اللي حصل، وديته انا للدكتور فزعل ما حولني للعلاج الطبيعي. المهم سمعت على برنامج اين انت، فربنا رد اتصل والدكتور قال لي روح لاين انت. فروحت لاين انت، اشكر الله استقبلونا استقبال كويس، جو معنا بالواجب وفعلا جونا في المستشفى وبيعملوا لنا اشعاعات وتحاليل، وان شاء الله بكره هنخش على العمليه. ان شاء الله خير باذن الله. خير. وهي العملية يعني اسمها يعني هو عيب خلقي في الظهر. عيب خلقي في العمود الفقري. لكن فين في أنهي جزء في العمود الفقري؟ بادئ من تحت السلسلة اللي فوق تحت الرقبة بشوية، بالهناء في الظهر جاي حرف اس. والإشاعات اللي عملناها قبل كده موجود، ممكن تشوفوها وتراجعوا عليها. تبين هو الدكتور الأهم إن هو اللي يشوفها. يعني الإشاعات برضه هو اللي هيعمل لو العملية. عايزين تشوفوها شوفوها. لا هو الدكتور شايفها. واحساسك ايه بقى النهارده وانت جاي بتعمل عمليه؟ انا حاطط املي في ربنا طبعا، حاسس ان هو يكون معايا وشفيد، هو لان هو الطبيب المعين. طيب خلاص، ده اهم حاجه. انت انا كنت عرفت منك قبل التسجيل ان انت ما يعني المفروض كنت بتشتغل بس بطلت شغل. ممنوع على الشغل عشان الشغل العملي. بقى لك قد ايه بقى ما بتشتغلش؟ بقاله بامانه ازيد من سنه. احنا كشفنا الموضوع دوت بالظبط من 8 شهور والتواريخ موجوده. وهو ممكن ساعه اكتشاف الموضوع التعب دوت هو كان لسه مستمر في الشغل؟ لا، من ساعه يعني. من ساعه الدكاتره ما قالوا لنا وقف الشغل انا بقيت اتخانق انا وهو دايما.
جاء الدكتور قال لي، قلت له هو بينج يعني كان بيتخانق معه عشان يشتغل، حب النجاشة. فجيت أنا للدكاترة هنا وفي الدكاترة تاني، فقالوا يشتغل نجاشة بس ما يحملش عشان ظهره مش مستعد. ففعلا كان بيروح مع النجاش حتى ما كانش بيديله فلوس، لأن كان لسه بيعتبر بيتعلم في النجاشة جديد. أنا ما لقيته ما بياخدش فلوس وبيجي يقول لي يا بابا أنا عاوز مصاريف، عاوز وعاوز. قلت له يا ابني أنت قدام الناس بتشتغل، يبقى اقعد ما تشتغلش. وجيه موضوع ظهره، فهو بالأول أنه هو ما يشتغلش. بس ده اللي حصل كده بأمان. بعد ما تعمل العملية طبعا مش هتشتغل على طول، لازم تبقى عارف أنه هيبقى فيه فترة الأول. الدكاترة جاي للي حوالي 6 شهور. 6 شهور. بعد 6 شهور بقى نشوف نشوف الدنيا تعمل معانا وهد الدنيا بقى يا رب، مش كده؟ يا رب. كل الفترة اللي عدت دي من غير شغل ومن غير حركة، خد حقك بقى بعدها. بركة الصيام المقدس هتتعوض إن شاء الله. أنا واثق في ربنا بإذن الله، عند أمل في ربنا كبير، وصلاة القديسين هتكون معانا وبركة القديسين وشفاعتهم هيتمجد معاك بكرة ربنا إن شاء الله في العملية. كلنا قلبنا معاك وهنيجي ونقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تحب تقول إيه دلوقتي؟ تقول إيه دلوقتي قبل كده ما نمشي ونسيبك لغاية ما نيجي نقابلك المرة الجاية ونقول لك الحمد لله على السلامة؟ أنا بطلب منكم تلاقوني في أجمل عملية جامعة السلامة وعوض الأيام الفاتحة عشان نساعد بعض. ربنا يسمع عليك وربنا يطمنك عليه، وإن شاء الله نطمن عليه ويبقى زي الفل. شكرا. ربنا يخليه لك ويخلي لك ولادك. شكرا شكرا. ويدم تعبنا، يدم حبيتكم وتعبناكم معانا كتير بأمانة، وأنتم ما قصرتوش عننا. ربنا يقف معك ويكمل جميل معك برنامج أين أنت، ما قصرش عننا خالص. وربنا هيكمل يعني معك. يعني أول ما أنا ما قدمت الورق استجابوا بسرعة وما قصروش. ربنا هو اللي بيبعت الاستجابة في الوقت اللي هو عايزه. نشكر الله. ربنا معك ونشمن عليك إن شاء الله. نشكر الله. الحمد لله على السلامة. ما يسألك. عامل إيه دلوقتي؟ الحمد لله. احكي لنا بقى، احنا كنا معاك وكنت خلاص قربت تدخل العمليات، كان فاضل لك كده ساعات قليله، عملت ايه بقى من بعد ما مشينا؟ او احكي لي ايه اللي انت يعني من ساعه ما مشينا لحد دلوقتي لو قدرت. بعد ما مشيت رحت الدكتور بعت لي عملت اشعاعات، بعد كده جاب لي السرير خدنا على اوضه العمليات. يعني انت عملت الاشعاعات والتحاليل وفي نفس اليوم دخلت اوضه العمليات، ولا تاني يوم الصبح تقريبا؟ قلت لي بعد الساعه 8. تمانية. طبعا من ساعة ما دخلت قلت العمليات جاب لقلت العمليات، فاكر ايه بقى؟ جاب لقلت العمليات صليت، وبعد كده خدوني عطوني بنج كامل، بعد كده ما حسيتش بقى حاجة. ايه اول حاجة فاكرها بعد ما عملت العملية؟ يعني فاكر انك كنت فين؟ ده كنت أنا في الأوضة؟ انا فاكر العجلة جات لي على شكل حمامة وقفت على ظهر شوية وبعد كده مش ده كان بعد العملية على طول؟ لا وانا في العملية. وانت في العملية يعني وانت في العملية شفت الحمامة واقفة على ظهرك، انت شفعتك العدرة عشان كده انت قلت هي دي العدرة صح؟ طيب وبعد كده بعد ما خرجت من يعني لما خرجت من قط العمليات فاكر بعد كده بقى الاحداث اللي حصلت بعد ما فقت؟ بعد ما فقت قعدت اصرخ وعيطت عشان دار شد علي. طب وابتديت تتحرك امتى؟ توقف على رجلك وتتمشى امتى؟ يوم السبت لما طلعت من العناية. يعني طلعت من العناية انت دخلت الخميس، قعدت يومين يعني في يعتبر ما فقتش غير السبت. وطول الوقت دوت في الرعاية انت مش 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 حاسس بحاجة حواليك؟ لا. ولا عشان بتاخد حقن تهديك تضيع الألم؟ لما كنت بصرخ كان يديني مهدئ. وابتديت من بعد ما خرجت من الرعايه ابتديت تمشي على رجلك على طول؟ ايوه بس جابوني هنا الاوضه نمت شويه. بعد كده بعد ما نمت شويه جابوني اتمشي. طب ايه احساس بقى اول خطوه وانت بتمشي بعد العمليه؟ ظهري كان شد عليا شويه وما كنتش قادر، مشوني سندوك. انا حاسه وانت قاعد انه في حاجه يعني مخليه ظهرك ثابت، كان في حاجه رابطه ظهرك او في حاجه في ظهرك. البلاستر بس هو اللي عامل كده بلاستر عادي يعني، وسيخ حديد ومسامير بلاتين. هي اللي مخليك قاعد مفروض قوي كده. طب القعده دي مريحاك يعني؟ انت مرتاح في ولا ايه يعني. الوضع اللي بيريحك؟ لا مش قوي، شويه يقف وشويه يقف لحد دلوقتي لسه مفيش وضع مريحك.
وطبعا النوم هو افضل. بس مش على طول يعني، لازم تغير وضعك، مش مرتاح مش مستقر. نقول لك الحمد لله على سلامة ابنك. الله يسلمك وربنا. وبصراحة قمتوا معنا بأحلى واجب، انتوا خدمتكم وخدمة محترمة وربنا يكملها. كلمنا حضرتك عن وقت العملية. كان ابني لما دخل العملية يعني ساعة ما خدوا منه ابني انا والدته يعني كانت حاجة صعبة شوية. كتر خيركم. ولما دخل تحت العملية حوالي من 6-7 ساعات كنا قاعدين على حصابنا لأن الدكتور يوم شرح لنا الوضع إن إزاي الظهر هيتفتح والظهر هيتلم وإزاي يعني شرح لنا الوضع قبل ما نعمل أي حاجة، وقال ممكن يحصل في رجله كذا وفي الرئة كذا، يعني قال لنا حاجات ممكن تحصل ونشكر الله ما حصلش أي حاجة. وكان قايل لكم الحمد لله، وكان قايل لكم العملية ممكن تاخد الوقت ده كله ولا لا؟ قال لنا من 4 ساعات لـ7 ساعات. يعني كنتوا عارفين ان ممكن تاخد الوقت دوت من قبل ما نخش العمليه ومن قبل ما نقابل مع الدكتور كمان، لان انا شفت الدكتور على قناه سي في تي اين انت وبيشرح وضع العمليه نفسه قدام، شفتها بعيني في التلفزيون، فانا كنت عارف وقت العمليه قد ايه قبل ما اخش. لكن نشكر ربنا كل الاخطار او الاضرار اللي كان الدكتور قال عليها نشكر ربنا ما حصلتش. ما نشكر ربنا ما فيش اي حاجه، في بركه الصلوات بقى، في حاجه بسيطه في رجله ما اعرفش اليمين ولا الشمال، عرجه بسيطه وبس، قالوا في خلال 3 شهور هترجع طبيعيه. ما هو عشان خاطر يعني احنا بتهيألي كانت يعني احنا في المره الاولانيه قبل ما يدخل العمليه كان في، قلت لي حضرتك اعوجاج، كان في حناء، الحناء دوت عدا، فلما تعادل كان وكان الحمل كله متحمل على الحوض. ايوه. ولما كان متحمل لما ظبطه رجله طبعا بقى فيه الحناء الوقت يعتبر مش في الرجل، فالعظم بتاع الحوض مش عاوز يعني ياخد طبيعته. فلسه ما اخدش الوضع اللي لسه ما اخدش طبيعته. فده يعمل انه زي رجله يبقى زي يحس بيها انه مش قادر يحطها في الارض. مش قادر يحطها في الارض، مش قادر يعمل حاجه بيها. لغايه ما تاخد وضعها، دي العظم ياخد وضعه تاني. لحد ما تاخد وضعها. خرج من اوضه العمليات ودخل على الرعايه. خرج من اوضه العمليات ودخل على الرعايه يومين. ما هو كان حكى لي انه من الخميس وخرج من الرعايه يوم السبت. دخل طلع السبت. ونشكر ربنا يعني الحمد لله طلع بصحة جيدة. طب هو في الوقت ده كنت حضرتك بتقدر تدخله؟ كنت بدخله في وقت الزيارات بس، من 1-2 ومن 7-8. كان بيكلمك؟ كان بياكل؟ كان لا أكل ما بياكلش، ولا كنا نقدر نعمل مع أي حاجة. لما نخش نقف جنبيه وبسأله كم سؤال، مين اللي جنبيك ده ومين اللي جنبيك دوت ومين دوت اللي جنبيك، بيبقى عارف يرد، بيجاوبني عليه، فأنا كنت بطمن عشان كده. أيوة. وكنت بقى كرش في رجليه من تحت، يعني بقى بتشوف اعصاب رجلي، بشوف مدى رجليه كويسه فيها حاجه الحاجات دي، لان كان دي من ضمن الشروطات بتاع الدكتور الاخطار اللي هو كان بيقول عليها. ايوه، من ضمن الرجلين والرئه وما اعرفش ايه التالت نسيته. نشكر ربنا، مش عايزين نفتكر حاجه، ما دام بقى كويس وزي الفل مش عايزين نفتكر حاجه. نشكر ربنا وبقى كويس وربنا يدوم الخدمه بتاعتكم وقامت معانا باحلى واجب. ربنا يخليك. وهو النهارده كده يعتبر بقاله النهارده اسبوع عامل العمليه، هو يوم او 6 ايام عملها الخميس. 6 ايام من النهارده. طيب هو المفروض، انا طبعا شايفاه دلوقتي يا روحي هو مش قادر يعني بيقعد شويه وبيقف وعايز يريح ظهره وكده. عشان ظهر، عشان اللي راكب في ظهره. تمام. الدكتور قال المفروض بقى ان هو العمود الحديد اللي هو في ظهره ده يتشال بعد قد ايه؟ ما يتشالش لان مش عمود مسامير راكبه ازاي ما اعرفش. يعني دي جوه الظهر مش حاجه خارجيه؟ لا، دي جوه الظهر. يعني مش حاجه في البلاستر الغريب؟ لا، اللي هو كان بيقول عليه جوه الظهر. جوه العمود نفسه لما تصلح ظبطوا حاجات بيها وظبطوه. طب هو يبتدي يوطي امتى؟ هو كده مش بيقدر اعتقد يوطي. الدكتور انا ما جبتوش لحد دلوقتي، ما سالتوش السؤال ده. ما يقدرش يوطي ولا يتحرك، يعني حركه مش عاديه. السؤال دوت ما سالتوش، هو قال يقدر ينام لوحده ويستند على دراعه ويحمل على دراعه شويه ويقوم لوحده. انما يميل ازاي؟ يعني هو بيخش الحمام حاليا حد بان انا بواقف يفتح له، سامحوني في الكلمه ديت، الشطافه. ما يقدرش يوطي حتى بجسمه. الحمد لله يعني. الحمد لله. هي كانت عملية صعبة مش سهلة. دي عملية مش صعبة، بس دي كانت عملية فوق الصعب كمان.
فوق الصعب. هو ربنا كان معاك من الأول؟ لا ربنا من ساعة ما أرشدكم للحالة نفسها؟ إلهنا عظيم واللي أرشدنا ربنا والأب الكاهن. والأب الكاهن اللي أرشدكم، أنت يعني ما كنتوش تعرفوا حاجة؟ أنا ما كنا نعرف أي عن ظهره، ولا هو نفسه كان حاسس ولا حاجة أبدا. هو كان يقول مش هشتغل، بقيت أنا أتنرفز عليه كأب إزاي ما بيسمعش كلامه الكلام ده. احنا برضو هنستنى عليه تاني هنطول بقى، مش هيشتغل على طول. احنا عرفنا كل حاجه دلوقتي، ما نقدرش نقول له اشتغل. صحيح، ما نقدرش نقول له اعمل حاجه. انت هيبقى قدامك كده ان شاء الله وقت مش كبير، او حتى لو كام شهر، بس هو يسمع الكلام. لا، ما هو بيسمع الكلام يا بابا، هو كويس. هو كويس وبيسمع الكلام، وهو كده يعني الحمد لله بقى زي الفل. هيبقى ليك حركات معينه، ولو في ليك علاج طبيعي هتعمله، وان شاء الله تبقى زي الفل. بلا برنامج يمشي عليه، ادالك نظام معين تمشي عليه، برنامج اللي هو يقوم ازاي ويقعد ازاي، الحركه بتاعتك. والاهم بقى انك تاكل. ممنوع ينام على بطنه. ممنوع منعا باتا ينام على بطنه، لازم ينام على ظهره. هي تعليمات دي مدة قد ايه بقى التعليمات دي نفذها؟ ما اعرفش بقى، احتمال 6 أشهر. انا ما اعرفش النظام هيبقى ايه، بس في متابعه مع الدكتور مش اقل من شهر شهرين. احنا نشكر ربنا ونقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وبكره تهدي الدنيا كده وتروح وتيجي، والحاجات اللي ما كنتش بتعملها زمان هتفرح بابا بيها ان شاء الله، وتشيل وتحط وتشتغل وتملى الدنيا شغل. الحمد لله، نشكر ربنا. الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. وصلوا لنا انت وبركه. ده احنا محتاجين صلوات. وصلوا لنا، احنا محتاجين صلواتكم. ربنا معاك ويفرحك بيه يا رب دايما. شكرا. شكرا ليك. عشت يا مولاي حينا بينهم، تنزع البغضاء منهم والخصام. كنت يا قدوس قلبا مشفقا، فملأت الكون حبا وسلاما. كنت رجلا لكسيح ويدا لأشل، وأبا بين اليتامى. قد أقمت الميت والأعمى رأى، والطريح المقعد اشتد وقام. مر المسيح بين البشر، والمحتاجين للشفاء شفاهم، والمطروحين والحزانة إله العزاء هو فعزاهم. ونحن من تبعناه ونادينا وقلنا إننا أحببناه، أين نحن من كل هؤلاء؟ ماذا فعلنا؟ ماذا سنفعل؟ وماذا نرسل للسماء؟ أين أنا؟ أين أنت من هؤلاء؟